عندنا هذا الاكسرسايز كيف يمديني احله. خلنا نبدا بالاول ونبدا نشوف. هنا قال لنا the domain of the function f، تمام. كيف نجيب الرينج؟ هنا خلنا نقرا محور الاكس، تمام. هنا عندنا جاي من السالب ما لا نهايه لين وقف. هنا تاكدون هنا في شو اسمه دائره مغلقه، بس هل وقف؟ لا، كمل بعد. وفي دائره مغلقه ثانيه هنا، هل وقف؟ لا، كمل بعد لين الدائره المفتوحه هذه. هذا المكان ما يصير اسحب عليه، عشان شفتوا هذا كله، هذا كله تعتبر نقاط 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 مغلقه صغيرونه، تمام. فما يصير نسحب عليها. فالدومين يعتبر من كم لكم؟ من السالب ما لا نهايه الين 9 علامه مفتوحه. نجي عند الرينج ونشوف كيف نجيبه. خلينا نشيل الحوسه. الرينج اللي هو نجي نطالع محور الواي من السالب 4 هنا الين الما لا نهايه، هذا اعلى شيء وصل له. فسالب 4 مغلقه للما لا نهايه. هنا قالنا the intervals where the function is increasing، يبي الاماكن اللي المعادله صارت فيه متزايده. ما في الا مكان واحد واللي هو هذا، هو اللي هو من الصفر الين الاثنين. نحسب محور الاكس بس، تمام. فمن صفر الين اثنين فقط هو المكان اللي تزايد فيه. نروح للي بعده. يقول لك the intervals where the function is decreasing. عندنا مكانين، هذه المنطقة وهذه المنطقة. كيف نكتبهم؟ راح نكتب من سالب ما لا نهاية للصفر يونيون، لأن نحسب بس محور إكس ما نعطيك خبر للواي. يونيون هذه المنطقة اللي من 5 إلى 9 بقواس مفتوحة. دوما الانكريزنج والديكريزنج والكونستنت نحطها بقواس مفتوحة. يقول لك the function where f is constant، اللي هي هذه المنطقة. هي المنطقة هذه من كم؟ من 2 إلى 5 مفتوحة. خلنا نمسح. هنا قالنا the solution set of the equation of fx تساوي صفر. الصفر هو وش؟ هو الواي. ف f of x هنا قال لنا الواي بالصفر، فنروح نشوف قيمة x لما تكون y صفر. هذا السؤال يقول لنا the value of x for which of f of x تساوي 5. قالنا الواي تساوي 5، نروح نشوف x متى كانت تساوي 5. الناس ممكن تجاوب غلط وتقول ان هذا هو المنطقة، لكن لا، هذا دائرة مفتوحة فنسحب عليها. الدائرة المفتوحة معناتها ما تضم هذا الرقم، لكن y كانت 5 في هذه المنطقة، المنطقة بعد صح. فلو نشوف هذه المنطقة تروح تمشي هنا لين تنقطع في هذه المنطقة. هذه المنطقة كم تساوي بالاكس؟ تساوي السالب 3. الجواب بيكون سالب 3. قالنا for x belongs من 5 إلى 6، قال x تنتمي من بين 5 إلى 9، تمام. the graph of f is aligned with the slope. جابنا الميل، خلينا نشوف. قالنا 5 إلى 9 وين هو؟ 5 إلى 9 decreasing اللي هو هذه المنطقة. يبينا نجيب الميل. يمدينا نجيب الميل من الرسمة أو باختيار نقطتين. من الرسمة كيف؟ آخذ مثلا هذه النقطة وهذه النقطة، أشوف كم تحركت. تحركت حبة لليمين معناته موجب واحد، انزلت حركة تحت معناته سالب واحد. طيب السالب واحد هو واي، فينحط فوق. الموجب واحد هو اللي هو الاكس، فينحط تحت، فالسلوب هو سالب واحد. طيب اللي ما يعرفون يجيبونه من الرسمة، خلينا نجيبه من القانون. راح ناخذ نقطتين هذولهم ونطبق عليها قانون الميل اللي هو واي اثنين ناقص واي واحد على اكس اثنين ناقص اكس واحد. هذه النقطة كم تساوي؟ هذه النقطة تساوي ال 4y و6x، وهذه النقطة تساوي 7x و3y. لما نجي نطبق بقانون راح تصير 3 ناقص 4 على 7 ناقص 6، واللي راح تساوي سالب 1 على موجب 1، يعني الميل يساوي سالب 1.